الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوش ريستان سايق تمام شكرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أفرتي شكرت هش صالة سقط دروي مقنبوري هش صالة دكتور قوتيان تواو علاج دنيا تو فقرات عمي خوارب وزغتك التسحب الشوكي عمري شد قولي زغت سكري في عمليات كين تمرين هذا لايمن لقم داركاني والله لهش صالة فاز صالة أفرتي تاي مراد صالة كان نازل براسي لفيديو كده بين بتاعي خطان يا قرآن في روز المسرحين يا كسلسة وآية الشمخين بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قرآن مسعود يا أخي يا كسلسة وآية الشمخين بيك هادي ببيح إلاز ببيح درمان الله أكبر بيغمري إخواني في النبي صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم بيغمري صلى الله عليه وسلم خير الدواعي القرآن رواه ابن ماجه ما اشترين درمان بهم القرآن الله أكبر بيك آتي والله بالله وبالله فرداس راس وخوف بفسائي هم كامل وخلجي أخوائي دولة شفاء لأفتك هدو عيدو كلهم قريبا استوى أفتك دبيني إن شاء الله بتسائي أخوتان وأفتشكش لو رجعنا أفتك شي عرب خدشي الرمادي ويان فلوجي فلوجي ولا عمري دادش أو أفتا فقراتي بول لسفش دو دش كاينة سسرينة كي سقروا لنا خوش خالي طبينا بين دارك بنا دارك وشي كوي دارك السنه تجي هندسه مكتبه فبيغم صاصم فني في الانسان 360 مفصل الانسان ده سي صار شيء زمغه هل كنت اشتغل هذا يا برتو يا دعمي سار كريم او تسفر فقرات انا سولات اذا سولات انا من زختك سحب الشوك حبل الشوك يا وقت صودي بالك كتسوسني اعاز هذا سرجز سرويشتن سر بيساي سر اعصابي كاو تسبو ناتاني بروا يا عزيز السيناميني ميزو بيساي هسبيناك والحس قدر أو أفضل هذا لايمن قرآن من السخين أو دارم سيزاب بشي داينا قلتم دابي روجي بازدق لبامي بخوي لقردو ديل دلما لدقش بزيز الدنيا تسوركي لقا سيمراك هنجيني بخوي لقرون رشكي سباز بو بول سباز بو رب العالمين خوايك ولا شفايك وهنا يحسن هذا استوى بيه خوي دروا بيك آيات القرآني أو دو فيديو باس فقرات داكم دابين إن شاء الله بتاعي قطعا يجي داي حازي 86 صار دابي أو أفرج 86 صار دابي يكسر لبيه خوي أنت هذا بنوا علاجي فقراتي تسي أخوة شريستان دادا قد سور كلمة توني بو داري كدابين إن شاء الله لشاشة التلفزيوني بتاعي قطعا دو باس دقل بامي نامر اكتو بامي ما دي جديس دا ودو هكش دل مجوغة بشرت كورسوي لبيس بي هلكا بيز درزة كورسوي لها زخت برز دكا دو 86 صار باش روايا يكي خي بخوا ما بيز زدينا كتو زدينا كورسترولي كده با مای پنزاری روش با ایزنی پروردگار دو ساعتی جب داتا قرآنی لگه سیم را کنجی لگه روش که ما ایزنی خواه عیبی نامینه اوش سال سلی فقراتی بچه خود آمین استاش نتکلم بلغة العربية المباركة اللي مصاب بمرض الفقرات يومية 15 قرن بامي يأكل بالمرق ببيضتين سيستاو و10 دقائق تدريك بالخشبة مثل هذا تشوفون الخشبة و قلا و بيضتين نسيستاو و 3 ملعقة عبد السوداء يأكل يشرب بإذن الله تعالى خلال 51 يوم يطيب إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى وشوف المعجزة القرآن شوف هذا أختين بإذن الله رب العالمين شفاهم بإذن الله فهو القرآن هو شفاء معجزة يا رب العالمين يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفيني هو الشافي وحين السبب خوش ريستان أوش بتاعي قطان معجزة القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جاي دوره يا جاي جاي او نادوني بروي او انا نادوني هيك سبي تعي تصاد اي تصاد بي اشتاد دوت يا كنت دوايا مش كم دوايا او كم مصاري اشتاد اذا كان صار اشتاد مو استاد مش مش نو صار بس هذه شو ما تتمنى في الاب زور باشا ما يزوز كوش ما كانت نو صار وزعيه تصاد استوا صار
يقول 29 سنه بيش وضعيه من وراء هذا الاثنين صارت هيك يا كوالا يا اللي تسمي سبقا سنه ما مصاجه هذا او شيء متوكه شيء هذا هو انسان عفوا اكسبل ايه عندك هذا الاسم ده اكو شيء اكسيو بيعطي الصالح كان بدان ده بس لو صار بقى بس هذا باذن الله قدك شنو قتوزك قد ندرس استاذ شاكر بيتو باذن الله بركتي قران فيروس وعلاج شبودك اذا تسيت كولين يتوب نخوش يا هسه هذا صار 29 سنه بهيك وضعيه هسه باذن الله وبركه القران هسه امنا يطيب ان شاء الله ما يقدر يمشي هيك شفتوا انتم صاروا 29 سنه بهيك وضعيه هسه باذن الله وبركه القران يطيب باذن الله اخواني واخواتي هسه باذن الله والله شو هاك يا ماما ايش خمدنا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تاجي هستو متسير يا الله ذي هستو طوال مدرسة سادرك يا الله يبري هستو شو ما أقول يا الله يا الله يا الله خد فيكم مدرسة يا الله ذي صلواتك يبارك شو ما أقول اللهم صل فداني فداني دايك فداني سادرك يلا برو دايك يا ما تسي دي يا الله طبعا ما صلاه شي نسب يا غبلي اللهم صل ولا دايك يا ولا ولا برو ولا دايك يا سب خلقي كو تو باش نبي ولا قرباني ما مصاب ولا 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 استغفر الله ولا دايك ولا ولا يا قربان وهذا هو برجل قرا خذ بصوره دايك يا خذ بصوره دايك يا انت استاشوني استايت باشتر باشتر ولا دايك قرباني تعال قدامي قول برا عشان بركه القوا ورسيب قال كل قرباني يا قرباني ايش فاش فاتي هنا ولا ولا دايما اول شيء قران كيلو يقول امي فرحان خش ولا 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 هنا جوان ما بقول جوان بالوان طبيعي هذا هو معجزة القرآن 29 سنة ما يقدر يمشي هسه يمشي ولا تزاني هسه تسوي عبد الله كيت عيبينا مني بلان باب الجمعة بكاتن لباش أكتي وهاي مساتو ويش نو صار أبرزة وهذا هو معجزة القرآن أوش هتا معجزش كي القرآن كيروس بخواي جورتا أسبيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الطب النبوي هذا مستشفى حبيبنا صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم؟ وين أهلكم؟ احنا والله فلوجة فلوجة مدينة المساجد أستاذ شلونك؟ سلامك الله أختي شلونكم زيني؟ تفضل تفضل أختي شبيه أستاذ المحترم هذا؟ والله الدكتور يقول عملية أدخل من الغلاط نعم أختي كيف حالك مو زينة؟ ما ادري تعالوا بس شوي يعطي مجال تعالوا تعال اختي شو اسمك؟ اختي هنيه كم شهر بهيك وضعيه؟ شهرين ما تقدر تمشي ما تقدر تتحرك هسه تمشي وتتحرك صوتي ما تقدر اول مره تجي لنا استاذ؟ ايه استاذ اختك؟ هسه اذا اختك يمشي تفرح باذن الله؟ هسه يمشي اختك باذن الله هذا الشيء على الطبيب قال لازم عمليه اقسم لازم عمليه لازم عمليه واحد قال لا لازم بدون عمليه كلامك كلش حلوه اختي كلش مو زين ما تقدر تمشي هسه تمشي باذن الله اخواني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان 360 مفصل بسم الله الرحمن الرحيم شوف هذا واحد شوف اثنين احنا على اساس باني بس انا استحي ولا هذا الطب في الطب مو استحياء ولكن شو اسوي استحي اثنين شوف ياذي مو مشكله حتى فقرات ضاغط على الحبل الشوكي صار تضيق بحبل الشوكي ثانيا شوف 10 دقائق يومي اللي عنده فقرات بسم الله الرحمن شوف على العصفور هنا انا بس انا استحي لا شوف قوي شويه ولكن بزيت الزيتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الزيت والدهن به فانه من شجره المباركه هسه اختي باذن الله مباشر يطيب بدون عمليه وهسه يطيب ان شاء الله سنرقي عليه قران شوف 10 دقائق يوميا 10 دقائق و15 قرن باميه بالمرق وبيطير نستستاو لمده 51 يوم ما يبقون باي شيء لان الدهنيات ما باقي على العظم ضاغط على حبل الشوكي مثل صون طيب قال لازم عمليه اذا ما يصير عمل بلاتين يسقط يراد الله دفاتر دولار باذن الله بدون دفاتر دولار في سبيل الله هسه ابنتنا يطيب وخذنا باذن الله تعالى بسم الله هسه اخشك قربان دبي بزي زيتوني دلا تصور كان يسك كان دي توزي اخوي فاصدق له بامش وانا ما رقي لقى دوه الكدر ما سيزاج بزيت الزيتوني ان شاء الله باذن اخوات او علاج فقرات وانزلاق لبينك استاذ قران يصير دخيل بسم الله
هسه اختي مباشر طيب باذن الله يمشي برا نسجل ربي على اخواني حتى اختي طيب بس اختي لا يخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين أختي العزيزة قومي بإذن الله تعالى. انهضي أختي بإذن الله لا تخافي انهضي أستاذ أنتم مجال أختي انهضي بإذن الله تعالى مباشر حتى بدون عمل طيب. أختي لا تخافي امشي مثل الولد اخش كم الشلاله استاذ سالم توب ايزني اخواني اختي انهضي ولا تخافي امشي سريع. الله اكبر الله اكبر اللهم صل على محمد وال محمد. اختي سريع امشي خوش ايد وهذا هو معجزه القران. الله اكبر اختي تعالي وجهك الله اكبر والشلال هو فقراتي اختي لا تخافي هسه شنو تحت الله اكبر ما تقدر تمشي خبر شان يقنم طاري هالروح الله اكبر تفضلي اختي الله اكبر هذا هو معجزة القرآن. ارجع إلى كتاب الله وسنة النبي والعالم. أختي أبدا تستحي شو وضعك تشعي الحين؟ ماكو جع. خوش إنسان. هسه برا نزل رب العالمين وخلاص. خوش إنسان. وش فقرات إزلام؟ ليش قاعد قدام فولي نش دبي نبي عمل لاس قدبي. لسا شو بس ما بيه أخويا تشابو. أختي العزيزة تعالي امشي سريع. شلون وضعك تجي احكي بصراحة. هسه تمشي طبيعي. قبل كان ما زلت تمشي. مرتاحة؟ تعال هنا أنا أختي. وي أختك هنا نزل رب العالمين تعال. خوش إنسان. أوجنا خوش فقرات سابو بيزدي إخوان. أستاذ خير نجي رب العالمين. تعالوا تناظرنا. أساس وزلو خوي دبين. كخداي جورا الشفاء لو خوش كمينا. أوجنا خوش فقرات يا. إس الكار ما هنا وزي خوي بيزني إخوان جورا. وعمرية فلوجة مدينة مساج ناس طيبين. خش نزل رب العالمين. أستاذ خير سوزي بالو خوي بنا وما فيك وا. الله أكبر. سبحان رب العلا وبحمد سبحان رب العلا جام سبحان سبح قدوس رب الملائكة وروح سر وجه الذي خلق وشق السماء وصر بحوله وقدره فتبارك أحسن خلق الله أكبر. خوش إنسان أول شخواي قول الشفاء لأختي شو اسمها أختنا؟ هنية مبروك أختي هنية